مرحبا حب. أهلين يا حب. بدي بهية شريك. بهية؟ ايه، مو بيت أبو موفق هون ولا أنا غلطان؟ بلا هون. خير شو بدها؟ إلها جهاد. شو أخي؟ بدي ضل كتير ناطر؟ في واحد اسمه جهاد على الباب بده ياكي. ايه هذا المتعهد اللي بنشتغل معه. لك شو جابك لهون؟ تليفون كانوا معطل، ما لقيت طريقة غير اجي. لك انت مجنون، يلا روح روح. اليوم جاي صاحبنا الساعة 6. لك ما بقدر. شو ما بتقدري؟ بدك تقدري. لك ما بقدر، أخي الكبير هون ما فيني أطلع من البيت. دبري لك شي قصة، ضروري. جهاد، بوس إيدك روح، عم قلت لك ما بقدر اليوم. اليوم الساعة 6 وبلا أخوكي وبلا حركات. لك ما فيني، خلص روح بعدين بنحكي. روح. في ورشة جديدة ولازم يكون بالشغل الساعة 6. ما راح تروحي؟ ليش أخي؟ لأنه ما عاد بدي إياكي تشتغلي. إيه بس أنا وعدته. هلأ ما تقولي لي وعدته، عم قل لك شغل ما بقى بدنا. ليش ولك ابني؟ الحالك ما بتحسن. أمي الله يخليكي بحسن، هاي شغلتي. خلص خلص نحكي بعدين. لا ما بنحكي بعدين، هلأ خلص خلصت السيرة. اخي مدري كيف شكله، واحد مايع نازل لي طاق بالعلكه. موفق خليك انا بفتح. لا خليك انا وين بهية؟ عفوا؟ وين بهية؟ لك انت مين مفكر حالك عم تحكي معي بهالطريقة؟ انت اخوها؟ هذا الشيء ما بيخصك، وبهية ما بقى بدها تشتغل. انت موفق. سبق وقلت لك انه انت ما دخلك. يلا من هون اذا بتريد. طيب، قلها مرات جهاد. منو هان؟ بعدين شو الجرأة اللي بتخليه يسأل عنك بهالطريقة؟ أخي والله أنا أنتي شو؟ بهية فهميني؟ في حدا محترم بالعالم بيسأل عن بنت بهالطريقة؟ هذا المتعهد اللي بيشتغل معه. متعهد شو؟ طب أنت هدي حالك شوي مشان أعرف أحكي. تفضلي، عم بسمعك أنا. أخي لما شفت إنه حالتنا دائرة وأمي لازمها قبر، رحت وتدينت منه مصاري وقلت له برجع له إياهم من يوميتي. وشكله تضايق على مصرياته لأني ما رحت اليوم هالشكل. وقديش تدينتي منه؟ 3000 ليرة. 3000 ليرة؟ هي كلهم راحوا مصروف للبيت ودواء لأمك. أنت ما تهك الهم، أنا برجع له إياهم من شغلي. عم قل لك ما بقى بدي إياكي تشتغلي. الشغل مو عيب موفق. بعدين بتسلى. ليش ولك ابني؟ كل البنات بيشتغلوا وبيساعدوا أهاليهم. خلص أخي. انت اهتم بس بدراستك، نحن منعرف كيف بدنا ندبر حالنا.